القانون وضع لحماية المواطن من كافة المشاكل اللي ممكن تعترضه خلال حياته اليومية. عم نشوف موضوع السرقة صار منتشر بشكل كتير كبير. في ناس بتقلك اليوم بسبب الظروف الاقتصادية اللي عم نعيشها، في ناس بتقلك مخلفات الأزمة اللي كنا عايشينها. اليوم لنحكي أكثر عن هذا الموضوع وكيف نحن قادرين نحمي حالنا عن طريق القانون. حيكون معنا ضيفنا لليوم المحامي علاء الحموي. بدي لك يسعد لي صباحك. صباح الخير. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. كيفك؟ يعني استاذ، بالحاله العاديه نحن بنعرف شيء اسمه سرقه، نشل، اختلاس، يعني كلها بتدور او حتى السرقه فكريه كلها بتدور حول موضوع السرقه. صحيح. قبل هيك ما نحكي بالتفصيل خلينا نعرف مفهوم السرقه بالمفهوم القانوني من حضرتك. هلا السرقه بدايه لغه هي اخذ الشيء من الغير، يقال استرق السمع، اي سمع مستخفيا. أما بالقانون، قانون العقوبات السوري في المادة 621 عرف السرقة بأنها أخذ مال الغير المنقول دون رضاه. القانون السوري حين عرف السرقة يعني فصل بهذا التعريف موضوع السرقة بشكل جميل. الأخذ، أخذ المال، استيلاء عليه، قد يكون خفية وقد يكون عنوة. بعدين حكى عن موضوع الاعتداء على الملكية والحيازة معا. السرقة هي اعتداء على الملكية والحيازة معا، فلذلك أصبح هناك جريمة كاملة الأركان، الركن المادي والركن المعنوي. فحين يقوم الشخص بسرقة المال يكون بقصد الاستيلاء عليه والتصرف به، أو يعني لديه فكر قيام بهذا الفعل الإجرامي والسيطرة على هذا المال المنقول. طبعا المشرع السوري المال ما فينا نقول فقط هو نقود، قد يكون أشياء، قد يكون مثلا ساعة، قد يكون مبلغ من المال، قد يكون ذهب، قد يكون أي شيء يقع عليه السرقة فهو جرم السرقة متوافر الأركان، كما قلنا ركن مادي وركن المعنوي، فلذلك تكتمل جريمة السرقة بهذين الركنين. وهناك العديد من المواد التي نظمت جريمة السرقة في القانون السوري، تبدأ من المادة 622 من قانون العقوبات السوري، نهاية بالمادة 634 من قانون السوري. طبعا قانون العقوبات السوري التجديد دائما المشرع السوري يحاول يشدد عقوبة السارق بظروف معينة. يعني عندما يسرق السارق ليلا، عندما يقوم بفعل السرقة شخصين أو أكثر، عندما يكون الشخص مقنع، يحمل سلاح ظاهر أو مخفي، يقوم بالترهيب أو بمحاولة يعني العنف ضد هؤلاء الأشخاص، شدد المشرع السوري هذه العقوبة، قد تصل إلى عقوبة إلى 20 سنة أشغال شاقة مؤبدة أو اعتقال أو أشغال شاقة مؤقتة إلى 20 سنة. فالمشرع السوري يعني أعطى بيّن إلى خطورة جرمية في فعل السرقة وجعله يختلف عن السرقات الأخرى. يعني مثلا نعطي مثال أوضح، مع سبق الإصرار طبعا تعمد هذا الشيء. فمثلا شخص يضع سيارته في الطريق، نزل يشتري شخص شيء، شخص مارق وشاف السيارة مفتوحة شمط مثلا، أو بيقولوا بالعمي أخذ له جهازه، أخذ نشل. هي نشل. هي عم أسألك عن اسم النشل. هلأ قد ما اختلفت التسميات، السرقة موحدة. السرقة هو أخذ الشيء من غير رضا صاحب هذا المال ومن غير رضا صاحب، يعني عندما سرقت هذا الجوال من السيارة هذه سرقة لا خطورة إجرامية، وليست كخطورة الذي يسرق ليلا، الذي يسرق يتعمد فتح السيارة، سرقة السيارة أو فك السيارة، أو يعني باعتماد على مفاتيح مصنعة أو أدوات مخصصة. هذه خطورة جرمية تختلف عن الخطورة الجرمية بالسرقة العادية، لذلك هنا جنحوية، هنا تصبح جنائية. طيب أستاذ علاء، اليوم وقت بيصير سرقة أو جرم ما، اليوم كيف القانون قادر يثبت هذا الجرم قبل ما نروح لموضوع العقاب وتصنيف العقوبات؟ طبعا الموضوع يعني أنا دائما بعطي مثال توضيحي. عند وقوع جرم السرقة على عقار لنفترض أو منزل، يقوم المدعى الشخصي بتقديم ادعاء أمام النيابة العامة اللي تمثل الحق العام. النيابة العامة تقوم بتحويل هذا الادعاء إلى قسم الشرطة المختص حسب منطقة وقوع جرم السرقة. القسم الشرطة يقوم بالبحث والتحقيق. طبعا أول سؤال عند وقوع جرم السرقة هو بتشك بحدا؟ دائما السؤال الشرطي بيقول له مثلا أثناء كتابة الضبط مين بتشك؟ قد يكون هناك مثلا خلاف سابق، قد يكون هناك شخص هدده بأنه بدي يسرقك أو مثلا رح أخذ حقي منك أو كذا. بيعتمد أول شيء على الشك، مين شك؟ في حدا عفوا هلا أنه مثلا بيحدد حدا بيعلن أنه بدي يسرقك وبروح بيسرقه؟ في أشخاص إيه بيحدد، بيصير مثلا حالي هلا رعتك من التعصيب يعني هلا مشكلة. هلا شو ما يصير أحيانا مثلا حالات خلافات بين أشخاص. هلا أنا مرت معنا كثير من الدعاوى طلاق بين زوجين. الزوجي أو الزوج بده يعني يعطي رسالة أو يضر الزوج، بيقدم ادعاء بالسرقة وبيسكر فيه أشخاص غير موجودين، ممكن يضرب أهل الزوج إنه هذول جماعة سرقوني، وبيحط أسماء رغم إنه ما هم سارقين، فبيكون يعني مثل هذا تهديد يعتبر. طيب اليوم أستاذ القانون ما مفروض يحمي هدول الأشخاص طبعاً. اليوم ما فينا نحن أي حدا حاب نكايب حدا تاني ينزل يقدم معروض ويأخذه على النيابة العامة. طبعا هون نحكي بوسائل إثبات، نحن بنحاول دائما يعني قد يأتي الشخص إلينا بريء
أو يمكن يكون إن المحامي لا يمثل فقط أحيانا المدعى الشخص المسروق، قد يكون الشخص السارق، والسارق قد يكون بريء. نحاول لا نعطي حكم براءة، نحاول إعطاء أسباب مخففة، وفي حال نحن يعني في يقين إنه الشخص بريء نعتمد على وسائل الإثبات. مثلا شخص موظف بتاريخ حدوث السرقة، نحن نثبت إنه الشخص كان بوظيفته عسكري، كان بقطعته، يعني ما بيحمل أي تصريح إجازي. هلا أصبح لدينا اليوم وسائل تكنولوجية حديثة في موضوع السرقة. مثلا أحد الدعاوى شخص تهم آخر بالسرقة، الشخص الآخر كان غير موجود في المحافظة، فنحن المحكمة المختصة نطلب منها كتاب إلى إدارة الاتصالات اللي هي جهة رسمية ببيان برج التغطية أو عائدية هذه الأرقام في هذا الوقت. تبين أنه أثناء وقوع السرقة مثلا 7 مساء الشخص المدعى عليه غير موجود في هذا المكان، نعتبر في دمشق بالمزي مثلا، غير موجود في المزي، وجد في حمص. هذا دليل براءة انه كيف تدعي هذا الشخص انه سرقك وهو موجود في محافظة ثانية. تمام عظيم استاذ، معناتها انت عم تحكي انه هون المحكمة حتى لو اجوا شاهدين زور، بنعرف قديش في ناس بتبيع ضميرة وبتنشرها وبتشهد بالزور، فمعناتها المحكمة ما بتاخذ بس رأي، لسه بتفند اقوالهم وبتحاول تدور يعني على صحة هاي الحكي. ولكن مثلا اذا واحد من سوء حظه مثلا هو كان مثلا متواجد بالمدينة بس هو عن جد مو سارق، وصلنا لطريقة، ممكن نوصل لطريقة ما يقدر يثبت براءته؟ هلا كثير ما تصير دعوى سرقة، صحيح على كلامك سليم، وصار انه صارت الدعوى قيدة ضد مجهول. يعني نحن بنقول مثلا ممكن يكون في كاميرا بالمنزل، كاميرا بالشارع. هلا لاحظي انت هلا الحديثة صارت معظم الصيدليات المجمعات التجارية عم تحط كاميرات نعتمد عليها. وصلنا للحال اللي حكيت عنها حضرتك انه ما في لا كاميرا لا شهود لا شيء، وزلمة بريء. يعني بدنا نحاول نحن حتى لو ضد مجهول، الشرطة فيما بعد يعني مثلا بعد ممكن بعد 6 شهور تصير جريمة سرقة بنفس المحل، يعني بنفس الحارة، بيمسكوا يكون في كاميرا ويكون في شيء، بيلقوا القبض على هذا الشخص، استدراجه بالكلام والتحقيق معه. طبعا هون نشكر عناصر الشرطة، يعني دائما المحققين وأقسام الشرطة بنوجه لهم دائما جزيل الشكر، بوصلونا أحيانا عن طريق هذا السارق لسارقين آخرين، يكونوا مجموعة، إنه والله أنا من 6 شهور كان معي مجموعة ثانية قامت بسرقة منزل آخر، اختلفنا، هن سرقوا بيت كذا، نحن بنكون ضد مجهول، بيطلع السي في تبعنا كله، بيطلع السي في انه من شبكه لشبكه وصلنا لحق الناس. طبعا هون نحن بنحاول نسترد الاشياء المسروقه اذا ما انصرفت، او بنحاول القضاء لمحاوله اعاده ما يعوضهم على هالشيء اللي انسرق. دائما هيك يعني، فبس حتى لو كانت ضد مجهول راح تحاول نحن نحاول باي طريقه نثبت انه الشخص وقع السرقه باي دليل لدينا، بينه شخصيه، شهود، كتاب اتصالات، يعني اي شيء مهم نثبت براءه الشخص المظلوم او ادانه الشخص السارق. طيب هلا من خلال حديثك كثير تم كشف سرقات بعد سنه بعد سنتين على نفس المبدا، انه انمسك حدا بلغ على حدا، فطبق المثل تبع ما شفناهم عم يسرقوا شفناهم عم يتقاتلوا. صح يعني صح. طيب استاذ، اليوم الحق الشخصي والحق العام، اليوم اذا حدا مسك انه هو عن جد سارق ونزل المدعي انا قال انا بدي اعمل اسقاط حق، اليوم الحق العام هل يسقط او لا؟ الحق العام قد يسقط بعفو، حسب، هلا نحن دائما موضوع السرقه يختلف، ظروف السرقه هل هي جنايه هل هي مجنحه، لانه السرقه لها انواع، قد تكون سرقه بسيطه يقوم بها شخص بسيط بادوات بسيطه، يعني مثلا واحد سرق من مزرعه مثلا مجموعه تفاح، سرق شخص آلي صغيري، سرق موبايل، هلا هي ما فينا نقول هي جناية. فيها حق عام اللي هي تمثل الدولة انه منع انتشار الجريمه، خصوصا مع تدني المستوى المعيشي، فعلا في ضعف الدفوس الموبايل صار كارثه، الموبايل كارثه صارت، عم اليوم اصبحت موضوع السرقه منتشر بشكل كبير، وخصوصا في المجتمع السوري للاسف، انه في حاله النشل، حاله هلا هي موجوده بكل دول العالم، دول العالم، ولكن احيانا الظروف المعيشيه، الظروف الاقتصاديه تخلق هذا الجو الجريمي، هذا جو تخلقه، لذلك القانون شدد، لاحظ القانون السوري بمواده شدد ووصل عقوبه 20 سنه لردع السارق، في منهم ما عم يردعوا طبعا، في منهم بيردعوا، في منهم ما بيردعوا. خليني اسالك نقطه كثير مهمه، شخص تعرض للسرقه بمختلف انواعها، احيانا يمكن بسوء التصرف او يعني اجراء التدابير المعينه بيطمس بعض معالم الجريمه بدون ما ينتبه، او يعني بيروح دليل معين، كيف اليوم شخص تعرض للسرقه من وين لازم يبلش؟ لوين لازم يروح اول شيء؟ هلا نحن قلنا كيفيه تحقيق، كيف يبدا موضوع التحقيق في جريمه السرقه؟ على مخفر الشرطه. على مخفر الشرطه. هلا طبعا شو اللي بيصير؟ هلا دائما جريمه السرقه ما بتضل جريمه سرقه، احيانا في سوء التقدير وسوء القضاء، انا بعتبرها يعني شخص اعتقد انه ما في حدا بالمنزل، تفاجئ انه في مثلا ممكن شخص بالصدفه، قد يكون طفل، قد يكون مراه، فصار قد يصل الى القتل، وصارت قد يصل ايه تصل الى ايذاء، فهنا القانون السوري بيرجع بقول لك شدد، حتى لو قد ما حاول يطمس
معالم الحقيقة بموضوع السرقة سيظهر الحقيقة بعد لو بعد حين. برجع بقول لك كشف بعض السارقين أو هدول الاحترافيين اللصوص ما يدلوا على بعضهم. يعني نحن كثير صارت معنا أنه مثلا يحكوا معنا قسم الشرطة أنتم مقدمين ادعاء لسرقة موبايل من سنة، كشفوا اللص بمنطقة ثانية بعيدة، بس شكع الجماعة عامل جولة عمل جولة صدقا أنه عامل أنه سارق ليس فقط في مثلا محلة المزي، سارق بس كفرسوسي مثلا، سارق بمساكن ديما، يعني ما شاء الله متنوع في السرقة. قد ايش شفنا بالفترة الماضية على السوشيال ميديا انه فات ليسرق جدته عمه خاله وانتهت بجريمة قتل. صح. اليوم الطب النفسي عم يتدخل بهذا الموضوع اذا كان الشاب او خلينا نقول اول عمره مثلا يكون عنده حالة نفسية في هيك حالات عم بتصير. هلا هذه تبقى موضوع البحث، هذا من اختصاص القضاء. القاضي له سلطة تقديرية في والقضاء يعني يبحث دائما عن موضوع العوامل النفسية والاجتماعية التي ادت الى حدوث هذا الجرم. شفنا اللي فات هو رفقاته قتل سته. صح بتصير هاي بين يعني اصول الفروع. لا ما ارجع بقول لك تدني الظروف الاقتصادية فعلا انتشرت الجريمة بشكل كبير. ان انت عم تعطي مثال صغير من الدعاوى اللي نسمعها نحن، جار عم يسرق جاره بجزء عشرة عمري. انا عندي دعوة انه جاره سرق جاره لحظة استغل الاضاءة يعني طلع جاره بيعزم جاره على القهوة بيروح بيسرق بيته وصارت كمان او ابنه او مرته. ايه صارت، انا عندي دعوة هيك انه بعته لعنده فات سرق مبلغ كبير ولقوا قال لا مو انا. فنحن حسنا نكشف هالشيء عن طريق إدارة الاتصالات انه هو موجود. قال ادعى انه مثلا هو بحديقة تشرين، ادعى انه هو كان سهران مع العيلة. بس نحن الحمد لله وسائل التقاني او الكتب بتساعد. الرسمية بتساعد كثير. طيب. يعني كثير ما تساعد موضوع طيب. الكشف عن هلا اكيد استاذ انت متابع كثير جرائم وعم تتنوع، يعني في شغلات دائما يمكن قد ما كثرت وتكررت بتتفاجئ طبعاً فيها. دائماً. اليوم عم تحكي انت كنت عن تشديد العقوبة بالقانون السوري، هي موجودة ولكن احنا عم نحكي عن نسبة جريمة زايدة. صح. وفي هيك فنون اليوم بهي السرقة. برأيك اليوم في تغيير لازم يكون في اجراءات انتم بتحكوها كمحامين، يعني انه لازم تتعدل او قصص معينة لازم تتعدل لحتى نواكب نسبة هاي الجريمة اللي عم بتزيد بالمجتمع؟ هلا طبعا بنرجع بنقول القانون السوري شدد عقوبة شدد في موضوع السرقة بخمس حالات تجديد. يعني نحن دائما بنقول انه عقوبة كأشغال شاقة مؤبدة هي عقوبة ممتازة، يعني أكثر من هيك إعدام ما في. فالأشغال الشاقة المؤبدة جيدة، يعني هو حكم بيردع الأشخاص اللي يقوموا بسرقة. يعني قانون السوري المادة 622 حكى عندما اجتمعت عوامل محددة يؤدي إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتي من 15 ل 20 سنه، اللي هي قد تكون ليلا وقع بفعل شخصين او اكثر، سكن الناس مناطق مأهوله بالسكان، مصانه بالجدران، استخدم الخلع الكسر، استخدم مفاتيح، ممكن سرقه مفتاح او اشياء مخصوصه، انتحى صفه شخصيه. هلا كثيرين ما ينتح له صفه امنيه، عم ينتح له صفه موظف كثير هي كثير انه مثلا انا كذا كذا فايت لعندك مهمه رسميه دون ان يعرض مهمته الرسميه. هذا شدد عليه القانون بعقوبة يعني جنائية الوصف وليس جنحية. هلا الأصل أن العقوبة جنائية السرقة جنحية. هون بالحالة كمان عفوا مشان التوعية مين مكان لازم يطلعوا ورقة. طبعا ورقة رسمية. هاي نحن يعني الناس مثلا كثير مننوه، وأنا كثير بحب هذا الموضوع التنويه، أنه موضوع حينما يقرع الباب شخص أنه مثلا حضرتكم جايين أمر تفتيش بالبيت، بدنا نشوف ورقة رسمية أنه أنت معك إذن النيابي بتفتيش هذا المنزل، معك إذن لو بيطلع ممكن حرامي. يعني صار عندنا ثقافة ووعي بهذا الموضوع كثير. ونرجع بنأكد على نقطة، اليوم أي تشريعات عم تصدر عم تيجي لحماية المواطن طبعاً. بس نحن بنتمنى أنه تكون أكثر ليونة. دائما بينزل القانون بتحسه أنه هو خلص صدر وما في تغيير أو تبديل، ولكن نحن عم نتغير والظروف والأوضاع بشكل عام، فإنه نتمنى تكون أكثر ليونة لتواكب الأوضاع الراهنة. بدنا نشكر حضورك ولكل المعلومات القانونية اللي ذكرتها حضرتك. نورت صباحنا. شكرا كثير لك. أهلا وسهلا فيك. شكرا. يا هلا.